يشارك السعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة كمتحدث رئيس في فعاليات أسبوع القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو دبي 2020 وتقام القمة برعاية كريمة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمشاركة أكثر من 200 متحدث من قادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة وصياغة مستقبل القطاع الصناعي الصناعي كما سيسلط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع وخلال مشاركته في اعمال القمه تحدث سعاده الوزير عن عدد من الموضوعات المهمه التي تتعلق بالتحديات التي تقف بين الاعمال التجاريه وسلاسل التوريد منخفضه الكربون والحلول التشجيعيه للتعاون على نطاق الصناعه لفهم حجم انبعاثات الكربون في سلاسل التوريد المعقده اضافه الى الانتقال الناجح الى التقنيات الخضراء والتحول الى الطاقه النظيفه واداره التكاليف الاوليه المرتبطه بازاله الكربون هذا وتضم فعاليات أسبوع القمة التي تعقد بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، تضم ثلاثة مؤتمرات رئيسية هي مؤتمر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ومؤتمر الازدهار العالمي، ومؤتمر السلاسل الخضراء.